السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم يتعلق بالتماثل المحوري سمة في أكسيون تحت إشراف أستاذ الفاضل المشكور خالد. يذكر الإشارة أن هناك تماثل بالنسبة لنقطة وما يسمى بالتماثل المركزي، وهناك تماثل بالنسبة للمستقيم وما يسمى بالتماثل المحوري، وهو محور درسنا اليوم. Exprime ou mobile un nombre x. Exprime est le symétrique de x ou bien l'image de x. لتحقيق التماثل، التماثل يحافظ على المسافة من الجهتين، الاتجاه متعاكس، النقطة ومماثلها يشكلان قطعة متعامدة مع المحور في الوسط، النقطة ومماثلها متطابقتان بالنسبة للمحور. La symétrie concerne la distance de part et d'autre, les sens sont opposés. لكن كيف يمكن إنشاء مماثل النقطة؟ لإنشاء مماثل النقطة أولا سنقوم برسم مستقيم سيكون متعامد مع المحور في الوسط، ثم سنضع شوكة البركار على المحور، وسنقوم بحساب المسافة ما بين المحور و A، وسنقوم برسم النقطة A' في الجهة الأخرى. والطريقة الثانية هي أولا سنقوم بوضع النقطة 1 و 2 على محور التماثل، ثم نأخذ المسافة ما بين 1 و A' و 2 و A' ونقوم برسم نقطة الالتقاء لنشكل نقطة A. لكن ماذا بالنسبة لإنشاء مماثل شكل؟ لإنشاء مماثل شكل سنأخذ على سبيل المثال المثلث، فيجب إنشاء مماثل نقطة A و B و C لنحصل على مماثل الشكل المثلث. والطريقة الثانية تعتمد على البركان، سنأخذ على سبيل المثال مثلث، سنقوم بإنشاء مثل نقطات A و C و B لنحصل على نقطة الالتقاء، ثم سنصل بين C و B و A' و B'. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.